لا 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 خلاص اليوم اليوم كل بنت خلاصين اوكي اليوم يعني يوم اكيد خلاص تاكلها من نوم انت تمام كل بنت شو بها وين بدنا نروح ابو بدر وين بدك تروح يلا يلا مباشره ماشي يلا سلام هذا ابوي رجع على بيته وزعلان اني ما عم نروح نزوره مباشره بتروح بتقولي لاولاد بتجهزوا حالكم كلياتكم بدنا نروح نزوره يلا لا ما حزرت هلا كلياتهم بضربوا بوز كنا بيتي بقول لهم بدنا نروح لعند جدكم كل واحد بنطمز روح انت قول لهم العين تطرق وتطرقهم لح مين بده ينطمز قال ينطمز قال انا بفرجي لك ياهم والله خليهم يركضوا قدامي كراز لك اقسم بالله العظيم انت لازم يقيموك من بين اغبى بنت بالعالم كلياتهم لك ما في نهار لعبت معك الا لازم اموت بسببك لا انت يا اما غبي يا اما غبي حدا قال لك تهجم على تيم كامل لحالك مين مفكر حالك رامبو شيت الفردين من دون مقاومة نوب بتقوم بتلبسوا مباشرة وبتركوا كل شيء من ايديكم بدنا نروح لعند جدكم نزوره وفي احتمال ننام عنده خفوه الله زيارة فهمنا مشان ايش ننام كمان صح زيارة ولا فيها وما فيها مشان ايش ننام هنيك انا ما بقدر انام هنيك بوتاتا بوتاتا لا انا بدي افهم يعني كل ما بقولكم بدنا نروح لعند جدكم بتعيدوا لي نفس الحكي ايش فيني من الاخير هون في نت جدي لا عنده انترنت لا عنده شيء لا فوق هاد كلياته عنده تلفزيون بالابيض والاسود لا اما بدي اضطر ابروك اسمع قصته لما كان بالجيش شلون استشهد 25 مره وما مات غريبه مثل ما قال جدي ما عنده انترنت وبعدين احنا ما معنا مصاري حتى نجدد باقه لحالنا يعني هلا كل هاي كرمال الانترنت ايوه ما جدكم ركب انترنت اسرع من اللي عندنا وبدل التلفزيون ابيض واسود بشاشه بلازما يعني واقف التكنولوجيا يلا بسرعه ايوه ما فزت اقولكم عجب هيك كفي خدوج حطيت التلات بنطلونات مع التلات قمصان وبلوزتين وقميص تاني كفي ما بعرف على حسب كم يوم رح نضل هنيك على كل الاحوال انا جهزت معي غراضي كفوني لشهر شهر منيح ما بفهم يلا تمام انا جاهزه نمشي هلا مباشره يا كلاب النت لما سمعتوا في النت راسكم سبق اجريكم اضحك عليك يعني طبعا مشان النت وانت عم تقول ركب نت اسرع يعني البوبجي بصير احلى بس على شرط اذا بروح لهنيك وبلاقي الراوتر مطفي بدي ارجع لهون مباشره ها لانه جدي طفي الراوتر مشان يوفر كهرباء شو بصرف كهرباء كثير واللي بقول لك على طريقه بتقدر تطالع فيها مصاري من النت شلون شلون فهمني تطبيق بتحمله على تليفونك كل المطلوب منك تحقق الشروط المطلوبه وتبلش تشتغل عليه وتبلش تقبض ارباحك مباشره لحظه بس خليني استوعب يعني هلا بس افوت احمل التطبيق وبلش اشتغل عليه واحقق الطلبات المطلوبه بس بطالع مصاري مباشره ولك ايه عم بحكي اجنبي انا طيب شلون بدي احمل هالتطبيق انا هاد راح احط لكم الرابط باول تعليق مثبت فوتوا حملوه مباشره وانتم كمان كل شخص بده يحقق ارباح من الانترنت يفوت على اول تعليق ويحمل التطبيق ويتعلم الطريقه ويحقق ارباح بسو ساعه يلا تعال ناخذ بدك تحمل لي اياه طولي بالك انا بدي احمله اول وين راح التليفون قولي حرامية حرامية قولي ساعدوني قولي الحقوني حرامية حرامية لا هالطعام نظامي انا ابنك ابو عبادة مين ابني انا ما عندي ولاد منو بس ما بجيب ولاد انا لك وبالناقص هاد نسيان حاله امشي امشي وبالناقص لك طولي بالك لا صرت بدك تروحي لك مو انت قلت لي تاعه لك ايه والله انا قلت له تاعه فوش وباب ادخل الباب مفتوح اصلا فتحته قصدي كسرته لك ليش ما عم تفتح الباب اوعى تقرب لك اوعى تقرب لهون حرامي بدك تسرق صاروتي بقطعك هذا اللي كان ناقص جدي 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 قبل مرحبا والاهلين شو اكل مثل سرت وعيت الانترنت هات بسرعه ليش بدك اياها ببلاش روح من هون وراك اجري طلع علي لهون اذا ما بتعطيني كلمة سر رح احكر لك الواي فاي ها انت حر تصطفش ايش هالاستقبال جدي في حدا بيستقبل حدا بيضربه قليل ذوق انت شي جايين لحالكم شرشبيل مالا معكم سمعتك انت يا جن سمعتك انا مو ارتعت اقول هالكلمة هي ما بتذوق حالك انت بعدين ايش هالريحة هي احتصنان خلصنا بقى شرشبيل شو
قصدي خلصنا بقى يا عمري، خلصنا بقى يا روحي، خلصنا بقى عمري. شيه فعلا النسوان ما بيعطوش؟ شايف ابنك مش قادر رجال كتير مكتر حتى رأي صحيح. انتو الجاب كل عندي لك، مو انت قلت لي جيبه وتوالا هون؟ لا انت كده خرفت نظامي يعني شكلك. قال لي الخدام اللي معك تفوت تعمل لنا غدا. بدي اقطع بروحه هون، عم بقول لك انا بدي اقطع بروحه. الله يمضي هالنهار على خير. انا في عندي عائلة مجانين، عائلة مجانين. قولي فارا فارا فارا، قولي فارا فارا، قوم شوف على مرتك، قوم قوم. لا انا برايي خليني استنى هون افضل. لا رجال رجال، تعال حاني شوف ايش فيه، قوم الحاني قوم. طق 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 الظفر، طق طق ايه ترى تخوف. هلا ما عم تقدر تطلع لا هي ولا الباله. الله يوفقك انت ابو افتح لنا الباب ابو عبده. رجع واحد بقى كل ساعتنا. الله يوفقكم ام عبده، انت والفاره بس جوا لحالكم. واحد بقى كل راح يطلع سليم عليها وحيله. لا تخافي هلا صحيح يا عضتك بتسمم، بس انت بتتحمل الواسر بيكي. روحي قلبي يا روحي روحي. وقع بطيخ سمعان ابوك تقول تعبني. الله يوفقك. يكلع بيمشي بالمكتب يخرب بيك. ابو عبده ابو عبده لك انا ما عدت اسمع صوتها بنوم. اليوم عضتها طالع وماتت. قولك الو يا ريت منى عمري يا رب. ابو عبده قولي ساعدك مو طلعت بي فاره طلعت. قولي ابو عبده ابو عبده ابو عبده.